السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. كشفت المديرية العامة للحماية المدنية عن حاصلة ثاقلة جدا لمجزرة مرورية، وهذه التفاصيل الكاملة تابعة الفيديو للأخير. توفي ما لا يقل عن 36 مواطن جزائري وأصيب مئات الآخرون في حوادث مرور مروعة. وقالت مصالح الحماية المدنية في بيانها اليوم، وأنه من خلال تدخلات هذا الأسبوع أي منذ 11 فبراير إلى غاية صبيحة اليوم وفي حوادث المرور، سجلت ذات المصالح عبر شبكة الطرق على المستوى الوطني 1023 حادث مرور، وخلفت هذه الحوادث 1252 مصاب و36 حالة وفاة. فيرجى أخذ الحيطة والحذر من كل المواطنين ومستعملي الطريق.